مشاهدينا، بدأ الاتحاد الكويتي لصاحبات المهن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نشاطه في منتصف العام 2015، بعد يعني تقريبا أشهر بعدما أشهر عفوا بشكل رسمي. ويهدف الاتحاد إلى تبني وتفعيل وتعزيز دور صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتنمية القدرات الاقتصادية للقطاع الخاص والمساهمة في تقديم المساعدات الفنية، وأيضا تطوير البرامج خاصة التأهيلية لصاحبات المهن، ويقبل الأعضاء المصرح لهم بمزاولة المهنة. ويسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الأمين العام للاتحاد الكويتي لصاحبات المهن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأستاذة جميلة الدواس. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، يا هلا مرحبا. الله يسلمك إن شاء الله يا رب. أمل جميل صراحة، يعني ودائما التركيز يعني يكون على 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 المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ما شاء الله في مشاريع كبيرة يا شايلة نفسها، لكن مشروعكم يثمر إن شاء الله. طبعا خلينا نتكلم شوي عن فكرة هذا المشروع أستاذة جميلة. بداية أنا أشكر قناة المجلس على هذه الاستضافة. حياك الله. على الأقل نبين ما هو المشروع الصغير وشنو اتجاه اتحاد صاحبات المهن. بداية يعني أشكر الشيخة حصة سعد العبد الله على يعني اجتهادها في هذا الموضوع، اللي هو احنا قاعدين نشتغل لشبابنا الكويتي في تطوير مشاريعهم من صغير إلى يعني متوسط ثم الأكبر. نعم. فهذه النقطة الأساسية اللي احنا الحين قاعدين يعني أو الهاجس الكويتي اللي هو فعلا قاعدين الشباب يفكرون في مشاريع. نعم. علشان ينتقلون من نقطة إلى نقطة أو أنهم يدخلون في القطاع الخاص. حلو. طبعا المجلس انشأ من عام 2015. نعم. مثل نعم. ما قلتي طبعا احنا فعلناه في هذه السنة لأن وضعنا اللوائح والنظم الأساسية اللي احنا نقدر نوجه فيها أعضاء المجلس نفسها. شكلنا لجان، واللجان هذه هي تخدم كل المشاريع اللي هي راح تصب في هذا الاتحاد. المشاريع الصغيرة هي النواة الأساسية اللي احنا الحين فعلا قاعدين نشتغل عليها، من واقع ان احنا أقمنا معرض، وان شاء الله في يوم 9 مايو راح يكون بافتتاح من حضرة المعرض. نعم. الشيخة حصة سعد العبد الله راح يكون. نعم. برعايتها وافتتاح وحضورها. نعم. المشاريع طبعا كانت متنوعة، وانتم مثل عارفين يعني الموسم هذا كله مشاريع رمضان. تخدم رمضان. ايه؟ صحيح. ايه؟ وهني يكون فعلا صاحب المنتج يعني يبين نفسه اذا كان فعلا انه هو قادر على انه يستمر او انه يعني يتوقف عن هذه المشاريع. يعني يعتبر فعلا مقياس المعرض اكيد لنجاح المشروع او عدمه، لاني انا يعني يمكن ما اعتبر هذا المعرض الاول، انا عندي معارض يعني سابقه. نعم. فكنت احس ان الشباب الكويتي فعلا ينتظر هذه اللحظه لان فيها قوه شرائيه كبيره. في مطاعم كثيره، مقاهي وشركات يعني ما شاء الله بدت بمعرض والحين ما شاء الله تبارك الله. طبعا فعلا. اكيد يعني احنا قاعد نشوف الحين الشباب لما يجرب حتى هو بالجامعه يصير في معارض، المعارض هذه هي اللي تسعفه يبين اذا المنتج هذا يعني في اقبال عليه، هل يكمل مشواره يجلس النبض على قولتهم. يجلس النبض. فهذه المعارض يعني هي القاعده الاساسيه حق اصحاب المشاريع عشان ينتقلون من نقطه الى نقطه. جميل. لكن مسمى يعني انه خاص للسيدات، هل فعلا المشروعات او المشاريع اللي تعرض في المعرض راح تكون فقط خاصه للسيدات؟ لا طبعا احنا. نعم. على حسب توجه رئيس الاتحاد الشيخه حصه ان احنا لازم نفتح المجال، يعني احنا في معرضنا الحين مفتوح المجال للشباب والسيدات. يعني ليش اسمها كذي؟ ولكن هي كمنظمه يعني. نعم. موجوده عالميه، موجوده. نعم. في كل الدول صاحبات المهن، فهي هو كمسمى، لكن احنا فاتحين المجال يعني حتى في البحرين، في تونس، احنا تونا جايين من تونس هم عندهم. نعم. صاحبات. وهذا بعد سبب يعني كانت عندكم سفرات كثيره ورحلات كثيره. الى دول الخليج وبدول عربيه، شنو السبب؟ هل بتوحدون الاعمال هذه كلها والاتحاد؟ احنا في مشاريع المؤتمرات هذه. نعم. نحاول نساعد المراه في ايجاد وظائف لها، يعني لما تيجي تروح في دوله من الدول اذا كانت مصر تونس، يعني في هناك عندهم مشاريع مهنية ويدوية. نعم. فهذه المشاريع تحتاج إلى دعم ورعاية، فلما يكون في كل الاتحادات يجتمعون في مكان واحد يقدمون الخدمات اللي هي ممكن أن احنا يعني نفتح مجال أوسع على أساس تنمية هذه المشاريع ومساعدة المرأة العربية. نعم. نعم. وهل فعلا يكون اللي يساهمون في هذا المشروع فقط يعني لازم يكون عندها مشروع؟ لا طبعا لا.
أو ممكن إحنا تكون لأن أنت الحين لما تبين تفتحين مجال كمعرض لازم تاخذ تشملين الشرائح كلها. نعم. يعني أنا وحدة حابة أني أشارك وأشوف شنو مدى قوة المنتج اللي أنا، بس طبعا أنت لازم هني توجهين. يعني أنا في يعني الأخوات يمكن من فترات سابقة يجونا ما عندهم مشاريع حقيقية وتبي تشارك وتدفع بس على ولا شيء. تقبلينها؟ فهني لا، أنا أوجهها أقول لها حرام تدفعين ويعني تاخذين مبلغ وتقعدين استشارة. أي فلازم احنا نقدم الاستشارة على أساس ننتقل المشاريع اللي هي الجيدة. يعني بيني وبينك حتى احنا لما ندش معرض هذا بنشوف يعني شغلات يعني هذه هي للمشتري وأيضا لصاحبة هذا المشروع. إلا إذا هي يمكن مثل ما ذكرتي حضرتك ممكن مشروعها ما يمشي، صح، فأوفر عليها أنها ما تدفع أنها ما أي. فأنت لازم تقدمين كاستشارة لأنه هو المعرض خدمي أكثر شيء، نحن نخدم المواطن في أن احنا نوصله الهدف المرجو. أستاذة عندكم تعاون مع صندوق الكويتي وأيضا البنك الصناعي؟ والله احنا نأمل يعني أنا أخوي محمد احنا لما نسوي المشاريع هذه يعني لما تشوفي مشروع فعلا شارك معك المعرض الأول الثاني الثالث هني أنت لازم توجهه خلاص اهتمين فيه أكثر. ممكن أن احنا نفتح قناة بيننا وبين القطاع اللي هو التمويلي هذا. نعم. ممكن أن احنا نساعد في عمل الدراسة. نعم. ممكن نأهل ندرب ممكن هذا كله احنا قادرين عليه، لكن في التمويل في جهات خاصة هي اللي ممكن نوجههم على انهم يتحولون للصرف حق مشاريع. اي اكثر جهة انتم متعاونين معها؟ والله هي متعاونة احنا معكم. اي احنا حاليا تونا يعني بادين في الشغل، فان شاء الله ان شاء الله يعني احنا ما عندنا مشكلة راح نفتح القنوات التمويلية مع كل الجهات. نعم. بالعكس يعني في عندنا البنك الصناعي، عندنا الصندوق الوطني، في بعد شركات ممكن هي تمول في عندنا اي فعلا في عندك بعد افتكر بيت التمويل عنده بعد محفظه بنك الخليج. في مبادرات شخصيه من تجار ايضا. اي وفي من التجار، فاحنا الحين يعني قاعدين نشتغل على اساس نبي القطاع الخاص يتعاون ويانا في الدعم علشان نكمل المسيره اللي احنا حاطينها. جميل. استاذه بالمقابل هل تشترطون ان المشروع يكون مرخص؟ أم ممكن مثلا صاحبة مشروع مبتدئة يعني مثلا عندها أعمال يدوية أو مثلا شيء عادي حتى الأكل والشرب؟ نعم. هل يعني هل الرخصة مطلوبة لعرض المشروع؟ لا أنا إذا ركزت على الرخصة أنها تكون مطلوبة هني حددت أن ذيلا خلاص يعني تعدوا مرحلة البداية. صحيح. يعني أنه هو خلاص طلعت رخصة، فإذا أنا ليش أركز عليهم لأن تعدوا المرحلة هذه؟ إذا مو شرط الرخصة. لا بالعكس أنا يعني أنا أتمنى أن يكونون أصحاب المشاريع اللي هم مبتدئين. نعم. ليش؟ لأن هذا المعرض هو مثل ما تقولين محطة تجربة حق الشخص نفسه. إذا نجح في هذه المشاريع ممكن يكمل مشواره وممكن يفتح له رخصة ويكون في تعاون معاه. إحنا لازم نكون تعاون وياه من النقطة الأولى إلى النهاية. فانت لما تتبناهم اذا لازم تكمل معهم طبعاً. المسيره. صحيح. استاذ على نفس المحور يعني هل بعد مثلا اللي عنده مشروعه شيء في شيء يؤكل او يشرب فهل او ممكن نوع من الادويه فهل لازم انكم تشيكون عليها؟ طبعا هو شوف بالنسبه حق الاكل يعني احنا دائما نحذر لان تدري هذه امور صحيه طبعا الا لما يكون فعلا الشخص هذا يعني تشيكون 100% اي معروف انه وما نفضل ان احنا يعني الاكل قاعدين نستبعده شوي أحسن. ليش؟ لأن تدري في مشاكل، ولكن في بعض الحالات تلاقين أن فعلا الحلويات الأمور هذه عليها رغبة عليها إقبال ومطلوبة في المعرض. فلما أنا أجي أحط معرض لازم يصير فيه منوع. صحيح. عرفت شلون؟ ليش؟ لأن نعم. الجمهور لما يجي بيشوف شيء منوع. يعني إذا أنت ركزتي بس على شيء معين ما أدري يعني أحس أنه يعني شوي في ناقص المعرض طبعاً. إذا ما صار في أكل يتروى لي هذه الثقافة محلو. الحين صارت طبعا وين راح يكون المعرض وتاريخه؟ المعرض ان شاء الله راح يكون يوم افتتاحه راح يكون الساعه 6 في صاله الشيخه مريم. نعم. في منطقه القادسيه. نعم. طبعا بحضور الشيخه حصه سعد العبد الله وعندنا النائب الاول السيده خيريه الدشتي والنائب الثاني السيده الدكتوره حصه شاهين. طبعا الدعوه مفتوحه للجميع ومدتها 5 أيام من يوم 9 الى يوم 13. نعم. والفترة مفتوحة من صباحا إلى مساء يعني متواصلة. وعاد وبعدين العيد أكيد في خطة ثانية حق العيد. اي احنا طبعا ان شاء الله احنا يعني بودنا ان تصير هذه المعارض مستمرة، لكن من اول معرض راح يبين لنا الرؤية واضحة اذا احنا نقدر نكمل اذا في رمضان او ان شاء الله بعد يعني بعد يعني حتى الصيف ما عندكم خطة معرضين حاليا معرضين. نعم. بالسنة يكون وايد حلو. ليش؟ لان الصيف الناس كلها مسافرة. فانت لما تيجي تسوي المعرض بعد فتره يعني بشهر 10 11 يكون هني فعلا موسم
لرجعة الناس من الإجازات، ويكون المعرض يعني فعلا في من يعني حضرة. أستاذة جميلة، القطاع الخاص، وذكرتي القطاع الخاص، ومهم جدا بأن القطاع الخاص يشارك طبعا غير الحكومات أيضا يشارك في الشباب يعني صح. مثل هذه المعارض، فهل تشوفين بأن في إقبال منهم ولا في خوف منهم؟ تقصد الشباب اللي في القطاع الخاص يشاركون ولا لا؟ طبعا أنت الحين لما تفتح المجال، أنا موظف في شركة ما وعندي مشروع خاص فيني، يعني انا ما يجازف، يخاف يجازف. مو هذه هو المعارض، هذه هي كتجربه حقه. ليش؟ لان هم الحين الشباب يعني مشاكلهم كلها اللي هي الاجار، اجار المحلات هي اللي قاعده يعني تسبب لهم مشاكل في الاستمراريه. نعم. يعني قعدنا معاهم حسينا ان الاجار هو اللي يخليهم يعني يوقفون نقطه معينه، لان ابي مكان يعني كذي فيشتغل على الانستغرام وتلاقي فيه ربح جايه، فيقول انا يعني شغال وعندي في الانستغرام وعندي بيع وعندي كذا. فانا اقترح يعني لو ان الدوله تاسس يعني مكان خاص لمشاريع الشباب يتبناها احد الجهات المعنيه في ان احنا نوفر لهم هذه الاماكن على اساس مده سنه سنتين كحاضنات. نعم. الحاضنه هذه هي كتسويق للمنتج، ونفس الشيء ان الشخص هذا يعني ممكن انه يجرب مجال عمله في هذا المشروع، وبعدين يطلع من القطاع الخاص او الحكومي ويصير خلاص يستمر. امتلك المشروع. فانا ليش ما افتح المجال واخلي الشباب يدخلون في القطاع الخاص على اساس اني انا اعزز دور القطاع الخاص في انه هو يكون تكوين يعني اكبر نسبه اكثر من القطاع الحكومي. فانا اخفف العبء على الحكومه على اساس احول على القطاع الخاص، ويعني على قولتهم دهنا بمكبتنا. نعم. فخلينا نمشي بهالمشوار في تعاون المؤسسات الثانيه. نعم. حاليا هل وقف التسجيل في هذا المعرض؟ يعني اللي عنده مشروع او مثلا حاب يشارك، احنا هل تم قفل باب التسجيل ولا لا؟ طبعا احنا يوم 3/5 راح يكون اخر يوم تسجيل، يعني الاسبوع الجاي هو اخر اللي يسجل. وين يروح؟ عندنا احنا مقرنا، احنا عندنا الحين مقر مؤقت في اتحاد الجمعيات. نعم. اللي في اللي على الدائري الرابع. نعم. اللي على الدائري الرابع موجودين كل اثنين واربعاء من الساعة 6 ل 8، فإذا في أحد حيا الله، لأن الأماكن اللي باجية محدودة يعني. نعم. وهل في تخصصات معينة ولا؟ لا، أي مفتوح المجال للكل، وأنا مثل ما قلت لك بس هي طبعا أنت تختارين المشاريع اللي هي فعلا تتوالم مع المكان والمعرض. وكدورك طبعا كأمين عام لاتحاد المشاريع الصغيرة لصاحبات المشاريع الصغيرة، شنو بعد يعني دورك؟ شنو مثلا القادم لكم؟ طبعا احنا حاليا عندنا تقريبا 10 لجان. اللجان هذه طبعا حطت خطط وحطت مهام وامور يعني كثيرة، مشاريع ممكن ان احنا نتابع وياهم في تنفيذ هذه المشاريع. اعتمدتهم طبعا رئيسة الاتحاد وخلصنا من الامور هذه، فالحين الخطوة الجاية راح ننفذ المشاريع اللي هي اللجان فعلا حددتها، وان شاء الله نستمر يعني بالشكل الصحيح اللي احنا باذن الله نشوفه. امين يا رب ان شاء الله. احنا شاكرين لك جدا استاذه جميله الدواس. طبعا نتمنى الاستمرار حلو هذا ان شاء الله اللي انتم قاعد تقدمونه لشباب الكويت في عمل مشاريعهم الصغيره، وان شاء الله يا رب متوسطه الى تكون كبيره ان شاء الله. تامل العالم باذن الله. اكيد اكيد حق عيالنا يعني ما راح يضيع. نتمنى لك كل التوفيق، وللمعرض ايضا كل الشكر لك استاذه جميله، وايضا كل الشكر لكم ولكل من تابع حلقة اليوم. كانت حلقة ممتعة وجميلة. صحيح. نلقاكم إن شاء الله باكر على خير في نفس الموعد. مع السلامة. مع السلامة.